قال بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فإخلاف الوعد من كبائر الذنوب، إخلاف الوعد من كبائر الذنوب. بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وهنا إخلاف الله ما وعدوه هو النذر، عندما ينذر الإنسان على نفسه بشيء. قال وبما كانوا يكذبون، أي في دعواهم لنصدقن لنكونن من الصالحين. دعاوى باطلة، هذا كذب كانوا يدعونه وليس مطابقا للحقيقة.